ماتشين مهمين جدا، واحد النهارده واحد يوم الجمعه. تحبوا نبدا بايه؟ نبدا بالنادي الاهلي. يلا نبدا بالاهلي والترجي بعد طبعا الفوز المريح. كبير كبير فوز كبير طبعا على فريق كبير في ملعبه فرقه الترجي. ازاي بتشوفوا اللقاء بتاع يوم الجمعه؟ وخليني ابدا بانه الترجي، انا عايز ابدا بالترجي قبل الاهلي. الترجي في مهمه انتحاريه بعد كمان استقاله نبيل معلول، ماذا يسعى الترجي لتحقيقه في مواجهه القاهره؟ بلال، يعني لو بدانا بالكلام عن الترجي، طبعا بعد استقاله نبيل معلول تولى انيس البوسعيدي بالظبط زمام الامور في القياده الفنيه للترجي، وكان رئيس النادي قال تصريحات امبارح ان هو بيثق في انيس البوسعيدي بان هو قادر يعبر بالترجي للمرحله الحاليه طبعا لحين التعاقد مع مدرب. بالظبط، يمكن الترجي بقى كان عندهم تجربه مشابهه مع معين الشعباني وقت ما كان برضو مدرب مساعد في الجهاز، وبعدها بعد رحيل المدير الفني تولى معين الشعباني المسؤوليه وقدر في الموسم ده انه يفوز ببطوله افريقيا ودفع لحسن بالنسبه لجمهور الترجي، وكمل بعدها معين الشعباني وفي منصب المدير الفني وقدر يفوز باللقب مره ثانيه طبعا. فالترجي ما عندوش حاجه يخسرها، جاي مش عايز يفتح خطوطه من بدايه المباراه علشان ما يتكبدش هزيمه اكبر من اللي تكبدها على ملعبه. متحفظ في رادس بالظبط، ولا متحفز؟ لا متحفظ. لا لا لا، هو ما عندوش حاجه يخسرها. خد بالك انه ممكن يبقى مش جاي بيسعى للتاهل او ما بيفكرش في اولويه التاهل قد ما بيفكر في انه يرد اعتباره قدام جمهوره. بالظبط، انا مؤمن ان الترجي التونسي جاي القاهره علشان يقدم عرض فني طيب يمحي بيه الصوره اللي كان عليها الفريق في ملعب رادس، ويقول للجمهور ان مباراه العوده امام النادي الاهلي رغم الخروج هتكون بدايه لمرحله جديده بعد الخروج من بطوله افريقيا، ولكن ان الفريق يجي هنا القاهره مؤمن بحظوظه لا مستحيل طبعا. واقعيا احنا بنتكلم في كره القدم مفيش مستحيل، ولكن انك تيجي تسجل على النادي الاهلي في الماتشات اللي زي دي اربع اهداف على ملعبه، في الماتشات اللي زي دي في اثنين ريمونتادا تاريخيين ما بقدرش انساهم، بي اس جي برشلونه فرانك برانس وبعد كده كامب نو، وليفربول برشلونه كامب نو انفيلد، ماتشين ما كانش حد يعني لو في احتماليه انك تاخد تصويت في الكوكب كله ما اعتقدش ان في واحد كان يتوقع ان اي واحده من الريمونتادا دي تحصل. بس خلينا نقول ان كانت العناصر اللازمه لتحقيق الريمونتادا متوفره هنا وهنا يعني في المباراتين، ولكن انا شايف ان مع احترامنا الكامل انه البارسا ممكن يشيل اربعه في الانفيلد. انا بعد كوره عثمان ديمبلي اللي اهدرها الانفراد هناك لو حضرتك تفتكر في اخر المباراه، انا كنت بتفرج على المباراه وقلت تصور كده، يعني طبعا هو مش حاجه عاديه، ولكن جه في بالي قلت الا لو برشلونه ندمت على الفرصه دي، ما اعرفش ليه كده وندموا سبحان الله عليها في مباراه العوده طبعا الشهيره. فانا عايز اقول لحضرتك ان عشان تعمل ريمونتادا لازم يكون العناصر اللي تساعدك على الريمونتادا متوفره موجود. حاليا مش موجود في الترجي، في الترجي حاليا مش موجود طبعا. احنا لو اتكلمنا عن غيابات الترجي، غيلان الشعلالي طبعا ورياض بن عياد، حمد الهوني، معز بن شريفيه، والنادي الاهلي هيفقد طبعا محمد كريستو لسفره مع منتخب تونس. في المقابل الترجي برضه هيفقد اثنين كانوا شاركوا، زين الدين ساسي ومالك المهري، كان ده برضو كانوا نزلوا بدلاء في الشوط الثاني، الاثنين سافروا مع كريستو للارجنتين للمشاركه مع منتخب تونس في كاس العالم. المقدمه دي تخليني يا احمد افكر كمكان مستر كولر انه ان الاوان ان انا ادي اللي كان بعيد وان انا العب المباراه دي بمنتهى الجديه، لكن افكر فيها العبها بطريقه مختلفه عن الطريقه اللي لعبت بيها هناك، اشارك اسماء اديها في مباراة مهمة زي مباراة قبل النهائي عشان تكون جاهزة معايا وتاخد ثقة في مباراة سهلة نسبيا يعني حسابيا يعني قبل ما اروح ان شاء الله باذن الله للنهائي، ادي القندوسي، ادي القفشة، ادي شريف من البداية، ولا العبها بمنتهى الجدية وكأن النتيجة في تونس كانت 0-0 وبالتالي العب المباراة كأني ببتدي من اول وجديد. انا شايف مستر كولر يعني اعتقد هو بيقسم كل مباراة لوحدها، هو هيلعب مباراه بجديه جدا، بس هو هيعتمد برضه على طريقه الروتيشن اللي هو بيعملها في اغلب المباريات، هيريح بعض اللعيبه لان هو محتاج بعض اللعيبه في النهائي طبعا، وشايف ضغط المباريات فهو محتاج لعيبه مهمه بالنسبه له. القائم الاساسي مش هيقدر يجي ناحيته، واحنا عارفين القائم الاساسي طبعا مين هو. هو بالنسبه له في قائم اساسي كده ما بيتحركش منه، عبد المنعم، بيرسي تاو، وكهربا، ومروان عطيه. اغلب اللعيبه ممكن يدخل قندوسي، ممكن يدخل قفشه، ممكن يدخل عمرو السوليه، اعتقد عمرو السوليه ممكن يبدا المباراه ديت لان هو محتاج يجهزه لان هو كان غايب بسبب الاصابه. فدي حاجات كلها طبعا بالرغم من المباراه ممكن تبقى سهله نسبيا، لكن برضو ما فيش حاجه مستحيل في كره القدم. فدي بالنسبه لنا بتقول ان وجود النادي الاهلي او مكسب النادي الاهلي عشان ياكد برضو انتصاره ووصوله للمباراه النهائيه ده مهم جدا، خاصه المباراه على ملعبنا قدام الجماهير، وخاصه ان انت المباريات اللي زي دي انت محتاج لازم تقتل المباراه. أيوة. لان انت لو اديت مساحه لفريق الترجي التونسي ان هو يحرز هدف في اول ربع ساعه
انت ممكن تخليه يحلم بريمونتادا فعلا. فده في كره القدم والتاريخ بيقول كده ان كل شيء جايز. فاحنا لازم نقتل المباراه. ومستر كولر اعتقد انا بثق فيه جدا يعني. هو وصلنا حاطط السكر ان هو خلاص المباراه دي بالنسبه له هتبقى مباراه مهمه جدا، بالرغم ان انت ممكن تبقى شايف ان مباراه الذهاب خلاص انتهت وقتلت فريق الترجي، لكن اعتقد هو بيفصل تماما وبيقدر يخلق حاجه مهمه جدا، الحافز عند لعيبه النادي الاهلي. هو بخاف دايما من الماتشات اللي بتبقى الجمهور بيعتبرها بالزبط. سهله، انه يبقى تفكيرك مطمن نهائي، لا يعني تبقى شاغل بالك احنا هنلعب الوداد ولا سان داونز، وهنلعب لو لعبنا سان داونز هنلعبهم ازاي، ولو لعبنا الوداد فحاله التشتيت دي ممكن تاثر، واكيد اكيد موجوده في طبعا احنا اكيد موجوده طبعا يعني. لا انا اعتقد هنا دي انا بشوف ان مستر 90% من الجمهور عايز، انا متاكد من غير ما يعني 90% من الجمهور بيفكر احنا هنقابل مين في سان داونز ولا الوداد، خلاص. ويمكن عايزين يتابعوا المباراه بتاعه الوداد وسان داونز عشان يعرفوا الاهلي ان شاء الله باذن الله ان شاء الله يعني الماتش هيكون يعني بيلعب مع مين في النهايه. مستر كولر برضو في ميزه ان هو بيتعامل نفسيا مع اللعيبه كويس جدا. فدي ممكن يقدر يخرج بقى اللعيبه، هنا بقى دي دور المدير الفني. هو اللعيبه غصب عنها زي ما انت قلت يا احمد ان هو اكيد بيفكروا هنلاعب مين، سان داونز الوداد، طب لو قابلنا سان داونز هنعمل ايه، منتهى الخطوره طبعا الموضوع ده. فهنا بقى المدير الفني ليه دور مهم جدا ان هو بيفصل اللعيبه عن الاجواء ديت وبيقول لهم يركزوا في المباراه طبعا اللي قدامنا 90 دقيقه ان شاء الله هنكسبها ونوصل للمباراه النهائيه. وطبعا وده بيخلق الدوافع الكتيره جدا بيه طبعا، بان هو يبدا يلاعب واحد زي الكندوسي طبعا عنده دافع ان هو يلعب ويثبت وجوده وباين لجماهير الاهلي ان هو برده مكسب كبير. يبدا يلاعب لعيبه مثلا ممكن تبقى غايبه، اعتقد انه ممكن يريح 3-4 لعيبه على الاقل في المباراه دي. وجود عبد القادر ممكن نلاقيه في اول مباراه، ممكن نشوف قفشه، ممكن نشوف محمد شريف، لان انا شايف ان الدوافع ديت اللعيبه دي برده، ودي ميزه عملها مستر كولر من اول ما درب النادي الاهلي ان هو دايما بيخلي كل القوام موجود وجاهز. تمام.